تشهد محافظة المثنى منذ 3 أيام موجة تظاهرات واعتصامات أمام عدد من الدوائر الحكومية من قبل شريحة الخريجين الذين تم التعاقد معهم في دوائر المثنى الحكومية وتفاجؤوا بإنهاء عقودهم لأسباب إدارية. محافظ المثنى والسادة النواب، احنا اليوم صار لنا 3 أيام هنا باب مصر النفط، 3 أيام صار لنا هنا، ليش بس مخلينا بس ويا الشرطة؟ ليش ما توصلون لهاي الشباب تتبنون موضوع اللي هو بسيط جدا؟ انت من شغلتهم 3 أشهر وجبت كتابهم وبي خطأ اداري غير التابعة، غير توصل ليهم تقولهم عمي شلون تضعوكم؟ ليش طلعتوا 3 سنوات نايمة بهاي الخيمة؟ قمع، ضرب، اشكال انواع شفنا، دعاوى كيدية لحد امس علينا دعوة كيدية بعد ما متنازلين، واحنا صوتنا لازم يوصل لرأس الوزراء وانتم المسؤولين عن صوتنا. مشاهد قمع التظاهرات أمام مصفى السماوة بعد إغلاقه من قبل المحتجين أصبحت طبيعية جداً، ليؤكد من خلالها هؤلاء الخريجين أن هذه التظاهرات والاعتصامات هي للمطالبة بالتعيين وتحسين واقعهم الخدمي. الكل يوعد ويرفع كتب بس بدون تنفيذ، إحنا هذا الشيء ما مقبول. وزارة النفط أكثر دائرة بها درجات وظيفية وأكثر دائرة عندها إمكانية تعين أكبر عدد من المهندسين، الدرجات الوظيفية ما نعرف وين جاي تروح، أكثر شيء مسيطرة عليها الأحزاب. اللي أرده وصل رسالة إلى كل مسؤول إنه أنت لا تباوعنا على أساس إن إحنا طلاب هندسة أو عندنا معدلات عالية، بغض النظر هذا حكي من زمان حكينا إحنا. اليوم أنت باوعنا لو بدك بمكاننا إيش راح يكون موقفك؟ إحنا هسه أنا هسه تاركة وراي أمي مريضة وتعبانة، وأنا الوحيدة يعني الأهلي الكبيرة بالبيت تاركتها، وهذا ثالث اتصال يتصلون علي تعالي أمي تعبانة، وأنا جيت أطالب بحقي ومع ذلك ماكو استجابة. هذا وخرج عشرات الخريجين في تظاهرات بعدة محافظات جنوبية للمطالبة بتوفير فرص العمل، مؤكدين أن هذه التظاهرات ستستمر لحين توفير فرص عمل للخريجين في القطاع العام والخاص، وأن طرق الاحتجاج ربما ستتطور إن لم يتم الاستجابة لمطالبهم. من السماوة حسين الخزعلي، قناة دجلة الفضائية.